مشاهدي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه السلسلة من سلاسل تجويد الخط العربي. اليوم سنتابع دروس خط النسخ، وسنتعرف إلى ثلاث قواعد لحرف العين أو الغين في خط النسخ، وهي مجموع قواعد حرف العين. وسنبدأ أولا بكتابة العين العادية التي تشاهدونها أمام معظم الحروف. هيا إلى القاعدة الأولى للعين. العين تكتب بهذا الشكل دائما، نكتبها هكذا لنقل أمام الباء. الآن ينقصها الحاجب لكي تصبح عينا كاملة، ونرسمها بطرف القلم كما تشاهدون، أو بطرف القصبة. ترسم رسما تماما كحاجب العين، تماما كحاجب العين. الآن أمام الجيم لنفرد، هذه أمام الجيم، سواء كانت في بداية الكلمة كما تشاهدونها هنا أو في نهاية الكلمة، الجيم طبعا. هذه العين مرة أخرى، الحاجب. وهناك البعض ممن يبدأ بالحاجب أولا كما ستشاهدون الآن، هذا يرسمون الحاجب بهذا الشكل، هذا الحاجب، وقد يكون ذلك أسهل عليهم، وذلك حسب التعلم أو التمرن. هذه العين أمام حرف الراء لنقول الآن، أمام حرف الراء. الآن أمام الراء الثانية التي بدتم تألفونها الآن على ما أظن، إذا كنتم تتابعون دروسكم بشكل جيد. هذه الراء وهذه العين أمامها. الآن إلى العين أمام حرف السين. هذه هي العين أمام حرف السين. أيضا نضع الحاجب، والحاجب كما ذكرت يرسم دائما برأس القلم الذي تكتبون به، وأحيانا في البداية يمكن أن تستخدموا قلما آخر لرسم حرف العين، لأنه لا يمكن كتابته مباشرة بعرض القلم الذي نكتب به. الآن إلى العين أمام السين. الصاد، السين كتبناها. العين أمام حرف الصاد الأخير لنفرد، هذه هي العين أمام الصاد. هذه هي العين الآن أمام الفاء بنفس الطريقة. العين أمام الفاء. العين أمام الفاء. العين أمام القاف نفس الطريقة. العين أمام القاف بنفس الطريقة التي ما زلنا نكتبها.
الآن العين أمام الميم. عين أمام الميم. عين ميم هنا. الآن إلى العين أمام الميم الأخرى. ما زلنا بنفس الطريقة. هذه العين التي تشاهدونها دائما وباستمرار، ولكن هناك عين أخرى سترونها بعد قليل وستلاحظون الفرق بينها وبين هذه العين، ولو أنه ليس ملحوظ كثيرا. لاحظوا كيف نكتب العين مرة ثانية. نبدأ بهذا الشكل، ومن هنا الخط أفقي تماما بهذا الشكل، ولكن مع هبوط ونحن نسير دائما بهذا الشكل. وهنا نرسم الحاجب. نرسم الحاجب. إذن عين ميم الآن إلى العين أمام النون. هذه العين أمام النون. والعين أمام الياء تأخذ الصورة نفسها. العين أمام الياء. أنا أعلم تماما طبعا أن العين حرف يحتاج إلى قليل من الثبات والمهارة والصبر. كونوا صبورين واكتبوه بهذا الشكل. الياء والعين أمام الياء الأخرى التي سبق أن تحدثنا عنها في كثير من الحروف التي سبقت. هذه هي العين أمام الياء أو الألف المقصورة. هكذا شاهدنا القاعدة الأولى لحرف العين أو الغين وكيف تكتب أمام معظم الحروف. الآن سنتعلم القاعدة الثانية لكتابة حرف العين، وهي تماما تشبه قاعدة حرف الجيم التي تحدثنا عنها في دروس سابقة. هل تذكرون بأنني قلت لكم بأن حرف الجيم يكون مقفولا إذا كان بعده أي ارتفاع؟ إذن ما عليكم إلا مراجعة ما تعلمتموه في قاعدة الجيم لتعلموا بأن القاعدة التي سترونها الآن مطابقة تماما لتلك القاعدة. هيا إلى حرف العين وكيف يكتب أمام أي ارتفاع بعده، أو بمعنى آخر أمام حروف الألف والدال والكاف واللام والتاء المربوطة واللام ألف. لاحظوا الآن بأننا سنكتب حرف العين أمام الألف. هذه أولا العين التي سبق أن تحدثنا عنها في القاعدة السابقة. هذه من هنا أفقية، من هنا إلى هنا أفقية، ولكن الآن إذا أردنا أن نكتبها أمام الألف مباشرة نقوم بالتالي: لا نبدأ بخط أفقي، إنما نبدأ بخط منحن بهذا الشكل تماما، بهذا الشكل. بدلا من أن نبدأ بعرض القصبة كله، نبدأ كما شاهدتم، وهذه طبعا لا تقفل مثل الجيم، ولكنها تكون بهذا الشكل تماما وليس بهذا الشكل المفتوح، ومن هنا بعرض القصبة بالكامل، إنما بهذا الشكل.
إذا كان بعدها أي ارتفاع. نفس الطريقة ونفس القاعدة تنطبق على الدال. لماذا؟ لأن الدال هي من الحروف التي ترتفع بعد العين. نفس الطريقة، عين دال أو ذال. الآن العين أمام الكاف، هذه هي العين أمام الكاف. نفس الطريقة، لأن الكاف أيضا من الحروف التي ترتفع بعد أي حرف آخر. الآن إلى العين مع الهاء. هذه هي العين أمام الهاء أو التاء المربوطة بنفس هذه الطريقة. الآن أمام اللام ألف. هذه أمام اللام ألف، أيضا يوجد هنا ارتفاع بعد العين، لذا نكتبها بنفس الطريقة. الآن هنا يوجد فقط قاعدة مستحبة إذا شئتم. هذه العين أمام الهاء يوجد هاء تكتب بهذا الشكل في خط النسخ أحيانا، وبما أن لديها هذا الارتفاع البسيط هنا، لدينا الخيار أن نكتبها بالشكل العادي الذي سبق أو بهذا الشكل. هذه هي الحروف التي تأتي قبلها العين بهذه الأشكال التي تشاهدونها والتي شرحتها لكم بهذا الشكل. هذه من هنا نبدأ، وكأننا نبدأ دائرة، هل تلاحظون ذلك؟ بينما الأخرى نبدأها بهذا الشكل بخط مستقيم. هذا هو الفرق بين حرفي العين. هذا هو الحاجب مرة أخرى لكي نستكمل العين. هكذا شاهدنا تلك القاعدة وعرفنا الفرق بينها وبين القاعدة التي سبقتها. الآن لم يبق لدينا سوى قاعدة كيفية كتابة العين أو الغين في وسط وآخر الكلمة، وهذه سهلة جدا. تابعوا معي الآن كيف سأكتب العين في وسط الكلمة وفي آخرها. لنفرض أننا نريد أن نكتب كلمة شعبان دائما. أينما كانت هذه العين، في وسط أو في آخر الكلمة، تكتب مقفولة. مقفولة أي لا يوجد فراغ في وسط العين كما يفعل البعض أحيانا خطأ. شعبان، لاحظتم لا يوجد أي فراغ داخل العين في خط النسخ. هذه كلمة شعبان. لنقل أننا نريد أن نكتب أفغانستان بنفس الطريقة. هذه كلمة أفغانستان. أفغانستان. طبعا حينما تتعلمون كيفية كتابة كافة القواعد، يبقى لديكم شيء واحد مهم سأتطرق إليه لاحقا، وهو التشكيل، لأن خط النسخ جماليته تكمن في تشكيل حروفه،
وضع الضمات والفتحات وكل ما إلى ذلك. هذه أفغانستان. لنقل أننا نريد كتابة كلمة بعد بنفس الطريقة، سواء كان بعدها ممدودا أو مرتفعا أو منخفضا، تكتب بصورة واحدة لا غير بهذا الشكل. بعد، لنقل الآن أننا نريد أن نكتب كلمة قطيع. بنفس الطريقة، هذه العين في النهاية، أيضا كتبت مقفلة وليس مفتوحة هنا، بنفس الشكل. لنقل أننا نريد أن نكتب هذه الكلمة سعيد، أيضا بنفس الطريقة. قاعدة واحدة فقط للعين في وسط وآخر الكلمة، قاعدة واحدة فقط لا غير. هكذا شاهدنا كيف تكتب العين في وسط الكلمة وأيضا في نهايتها. وبها نختتم حلقة اليوم من قواعد حرفي العين والغين في بداية الكلمة وأوسطها وآخرها. شكرا لمتابعتكم، وآمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس ومن الدروس السابقة واللاحقة. إلى اللقاء في الدرس المقبل.